السلام الله عليكم مشاهدي ومتابعي قناة أتي بروجكت على اليوتيوب ومتابعي صفحتي على الفيسبوك، مرحبا بكم جميعا. للأشخاص الذين يشاهدون قناتي للمرة الأولى، إن أعجبك محتوى القناة أو محتوى الفيديو اضغط على زر الاشتراك فضلا وليس أمرا. مرحبا بكم جميعا. في فيديو اليوم أردنا أن نشرح لكم طريقة التسجيل في القرعة الأمريكية. للتسجيل في القرعة الأمريكية يجب أن تكون لديك شهادة البكالوريا فما فوق أو درجة أعلى من الدراسة، الشهادة الجامعية أو درست في الجامعة، لديك شهادة ليسانس، شهادة ماجستير، شهادة دكتوراه. هذه هي واجهة الموقع الخاص بالتسجيل في القرعة الأمريكية. نبدأ في شرح الموقع. نضغط هنا على الأيقونة ثم تقوم بكتابة الكابشن. بعد كتابة نفس هذه الكتابة هنا تقوم بالضغط على Submit. هنا تكتب الاسم العائلي الخاص بك، هنا تكتب الاسم الشخصي، هنا يكون تملك اسم أوسط. هذا الاسم الأوسط لا يوجد على ما أعتقد في الجزائر. تقوم بضغط هنا هكذا. هنا تختار الجنس الخاص بك، إن كنت ذكر اضغط هنا، وإن كنت أنثى اضغط هنا. نكتب تاريخ الميلاد، هنا تكتب الشهر، مثلا شهر نوفمبر 11. هنا تكتب التاريخ، مثلا يوم 5 هكذا. وهنا تكتب سنة الميلاد الخاصة بك، هنا تكتب مدينة الولادة الخاصة بك، مثلا نكتب هذا التاريخ، مكان الازدياد. ننزل إلى رقم 5 5، هنا يقول لك في أي بلد ولدت. نختار الجزائر، نحن غير معنيين بهذه الخانة. ننزل أسفل، هنا المعلومات الخاصة بجواز السفر، تكتب هنا الاسم، اللقب العائلي أو الاسم العائلي هكذا. هنا الاسم الشخصي، هنا يمكن تملك اسم أوسط، نحن غير معنيين بهذا. هنا تكتب رقم جواز السفر الخاص بك. بالنسبة لنا كجزائريين هنا يقع رقم جواز السفر الخاص بنا، هذا رقم التعريف الوطني، غير معنيين بكتابته. المطلوب كتابة رقم جواز السفر في الموقع فقط، تجدونه هنا، يعني كل واحد لديه جواز سفر لديه رقم جواز السفر الخاص به. ثم تكتب هنا تاريخ نهاية الصلاحية، تاريخ نهاية الصلاحية تجدونه هنا، تجدون تاريخ الإصدار وتاريخ نهاية صلاحيته. تكتب تاريخ نهاية صلاحية. نبدأ بالشهر، دائما نبدأ بشهر، تذكروا دائما نبدأ بالشهر وليس مثل ما نكتب في الجزائر اليوم ثم الشهر ثم السنة، نكتب الشهر ثم اليوم ثم السنة. مثلا شهر 12 يوم 24 سنة 2025. هنا نحن غير معنيين بهذه الخانة، هنا يجب تحديد من أين تم إصدار جواز السفر، نضغط على الجزائر. في هذه الخانة نحن غير معنيين بهذه الخانة لأننا نملك جنسية، وهذه الخانة
الأشخاص المعنيين به هم من لديهم جنسية ولا يمتلكون هوية. هنا تقوم باختيار الصورة الخاصة بك وإضافتها، لاحظوا معي عند الضغط هنا هكذا لرؤية ما هي الصور المقبولة. هذه هي الصور المقبولة، هنا هذه الصورة مقبولة، الصورة عندما يكون فيها ظل غير مقبولة، الصورة لما ما تكونش واضحة الملامح غير مقبولة. يعني لازم تكون وجهك يكون باين باش الصورة تكون مقبولة في الموقع، حتى لا تشكل لك مشكل في حالة الفوز في القرعة. نعود إلى الموقع، هنا تكتب العنوان الشخصي للمنزل التي تقيم فيه، يعني رقم الباب، رقم الحي والبلدية. إن لم تكفك هذه المساحات في هذه الخانة يمكنك إكمال في هذه الخانة. هنا تكتب المدينة أو البلدية، هنا تكتب الولاية التي أنت تابع لها، نكتب الولاية أو المحافظة بالنسبة للأشخاص العرب من جهة من بلدان أخرى، محافظة. هنا تكتب الكود بوستال، يعني الرمز البريدي لمدينتك، مثلا من يسكن في وهران 33000 يسكن في بلدية منها، كل بلدية لديها رقم. ثم هنا تكتب البلد، نحن في بلد الجزائر. هنا أين تقيم حاليا؟ أنا أقيم في الجزائر. هنا كتابة الرقم الشخصي، الرقم الشخصي، رقم الهاتف الشخصي، يعني تكتب زائد 213 بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون في الجزائر. إذا كنت من مشاركي موبيليس اكتب مباشرة 6، لا تكتب الصفر وأكمل رقمك وإلى غير ذلك. بالنسبة للجيزي تكتب 7 وتكمل، بالنسبة لأريدو تكتب 5 وتكمل الرقم العادي الخاص بك هكذا. ثم هنا البريد الإلكتروني الخاص بك، تعيد تأكيده، ثم هنا أعلى مستوى دراسي وصلت إليه. الخانة الأولى هذه يعني لديك مستوى ابتدائي، الخانة الثانية ثانوية بدون شهادة، الخانة الثالثة حاصل على شهادة ثانوية، الخانة الرابعة تكوين مهني، الخانة الخامسة بعض الدروس الجامعية، الخانة السادسة شهادة جامعية يعني الليسانس، هنا الخانة السابعة مستوى متقدم من الدروس الجامعية، ثم هنا شهادة الماجستير، بعض دروس الماجستير، بعض دروس الدكتوراة، وهنا شهادة الدكتوراه. يعني كل واحد راح يكتب مستوى الدراسي، راني شرحتها بالتفصيل. نذهب إلى الحالة الاجتماعية أو الحالة العائلية رقم 14. هنا إذا كنت عازب راح تضغط على عازب، إذا كنت متزوج وزوجتك ليست مواطنة أمريكية وما عندهاش إقامة في أمريكا تضغط على هذه الأيقونة هنا، تختار هذه الخانة. إذا كنت متزوج من أمريكية أو مرتك أو الزوجة تاعك لديها إقامة، اختار هذه الخانة. إذا كنت زوجتك متوفية، اختيار هذه الخانة. إذا كنت مطلق،
تخسر هذه الخانة. وإذا كنت مطلق بقرار قضائي بأمر قضائي أو قرار قضائي اختيار هذه الخانة. هنا أذكر جميع الأطفال تحت سن 21 سنة عند التسجيل، يعني إنها اللي تروح تسجل لازم تذكرهم. إذا كنت متبنيهم من طرفك أو أطفال زوجتك، سواء يعيشون معك أم بعيدا عنك، حتى لو زوجة تعبت تملك أولاد من زوجها السابق لو غبي يعيش معك لازم تكتب الرقم شعال. كاين عندك 3 أطفال تكتب 3 4 4. ثم بعد ملء هذه البيانات نكتب عدد الأطفال هكذا كي يكون واضح غير قابل للكتابة، تضغط هنا على continue. سوف نذهب إلى صفحة أخرى تظهر لكم هذا، يعني هذه مجرد مثال ليست هنا أي معلومات شخصية خاصة بي. سوف تذهب للتحقق هنا، أي يعني المعلومات الخاصة بك التي ملأتها سوف تظهر لك كلها هنا. بعد التحقق يمكنك الضغط على submit هنا. سوف تذهب إلى يعني بعد الضغط على هذه الأيقونة الخضراء submit، لن تستطيع التعديل في معلوماتك الشخصية. الإخوة الكرام، يعني لديك حق التسجيل مرة واحدة، لهذا هم يطلبون جواز السفر. يعني بمجرد ما تسجل بجواز رقم جواز السفر تاعك ما راحش يعطيك تعاود تسجل مرة أخرى في هذه السنة، لازم تستنى السنة الجاية. يجب التحقق من جميع بياناتكم الشخصية قبل الضغط على التأكيد. بعد الضغط هنا على هذه التأكيد سوف تأخذكم إلى صفحة أخرى، سوف تجدون فيها جميع معلوماتكم الشخصية. بعد الضغط على submit هنا تظهر لكم هذه الواجهة هكذا، ثم هذه. حاولوا أن تقوموا بنسخ هذا الكود أو عمل سكرين شوت لهذه الواجهة كاملة، لأنه يوم صدور نتائج القرعة الأمريكية أنت مجبر على كتابة هذا الرقم الطويل، يعني هو يتكون من 16 رقم، أنت مجبر على كتابته لرؤية النتيجة. إذا راح لك ضاع لك هذا الرقم ما عندكش كيفاش تشوف. أتمنى أن أكون أفدتكم بهذه المعلومات. فضلا وليس أمرا قوموا بالاشتراك في القناة والضغط على وتفعيل جرس التنبيهات والضغط على زر الإعجاب بالفيديو كي تدعمونا. سلام الله عليكم.